مبروك يا ست قدريه. يبارك في عمرك ربنا نبويه. النبي يا اختي، ستات الحاره هنا كلهم حاسدينك على دخول بيت الشربيني. اصل اللي يدخل بيت الشربيني يبقى ربنا كاتب له السعد والهنا. مبروك لليلى. بقول لك ايه، ما تسيبهاش في يوم زي ده، وابعتي يا اختي لاهلكوا برضه، اهم تبقوا عزوه جنب بعض. وانت عارفه يا ست النبويه، احنا يا اختي مقطوعين من شجره، لا عندنا قرايب ولا عندنا اهل، زي حالاتك كده. لا يا اختي، انا مش مقطوعه من شجره، انا متربيه هنا في حضن السيده، وكل الناس بقى هنا عارفين ابويا وعارفين ابوه وجده. واللي يتربى في حضن السيده ما يحتاجش حاجه يا اختي من الدنيا كلها. ما انا يا اختي دخلت السيده، وبيقولوا اللي يدخل السيده يبقى من اهلها ولا ايه؟ طبعا يا اختي، امال ايه من اهلها؟ ست قدريه، بركه اني شفتك، انا لسه كنت رايحه ابارك لليلى. الف الف مبروك. يبارك في عمرك ربنا يا بنتي. انت يا بت يا روح، انت استاذنت من ابو المكارم؟ استاذن؟ بيقولي له انت. اتفضلي يا ست الستات. يلا يا حبيبتي. شوفي يا اختي البيت قادره وفجره. ايه في ايه يا يما؟ اتخانقتي مع روح ولا ايه؟ وهتخانق معاها ليه يا اخويا وانا مالي ومال؟ امال في ايه؟ خرجت. هي مين؟ ولا انت هتستعبط؟ مراتك. طب ما تخرج، وهي عليها حكم وانا مش واخد بالي؟ جرأية واد، يا ننوس عين امك. هي استأذنت؟ هو لازم؟ لازم يا اخويا، لازم يا روح امك. وبعدين يا واد لو ما شكمتهاش هتفرط منك. لا تفرط مني ايه؟ كله الا الفرط، ده انا لو كده همسكها دلوقتي واكسر دماغي. راحت لليلى. بجد؟ ليلى؟ الله، هو ايه اللي بجد وقال لا؟ مالك يا ابني في ايه؟ قصدي ده انا هروح اكسر دماغها، ازاي تعمل كده من غير ما تقول لي؟ ها؟ ده انا هوريها يا بنتي روحي، هوريها. بقول لك ايه؟ روح دي طول عمرها كده عايشه بمزاجها، داخله وخارجه بكيفها، لكن دلوقتي خلاص بقت في عصمه راجل، لازم تكسر رقبتها. اكسر رقبتها ايه ياما بس؟ ده انا في شهر العسل، ولما اكسر رقبتها اقعد جنبها ازاي وهي رقبتها مكسوره؟ قاعده عامله لي كده في البيت؟ انت بتستعبط، انا اللي غلطانه، بس على العموم انا عملت اللي عليا ونصحتك. يا واد، الست بتحب كده الراجل اللي يشكمها ساعه ما تشوفه ركبها كده تقعد تتهز. اذا كان على كده ما تقلقيش، ده انا همسكها كده واكسر دماغها وافعص عظمها. بس انا اللي غلطان اللي بتكلم معاك. اغرق يما، اخرس يما. صدقيني يما نبويه، انا اضربها ايه؟